ما يرتبط بالإمام الحسين أيضا هذا العمل الذي يقوم به المؤمنون في مختلف المناسبات، أن يظهروا ارتباطهم بالحسين عليه السلام، أن يخرجوا إلى الشوارع يعلنوا توليهم للنبي وآل النبي وتبريهم من أعداء النبي ومن أعداء آل النبي. هذه أيضا من الشعائر. الحسين سلام الله عليه من أعظم شعائر الله التي بتعظيمها يزداد المرء تقوى في القلب وقربا من الرب وتوفيقا لصالح الأعمال. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلب، فإنها من تقوى القلب، فإنها من تقوى القلب، فإنها من تقوى القلب. لأن القضية فيما يرتبط بالحسين هي قضية الدين. الحسين الشهيد الدين، الحسين الشهيد الدين، الحسين الشهيد الدين. الحسين عليه السلام هو قربان آل محمد الذي قدموه لله عز وجل، وشعائره من شعائر الدين ومن شعائر الله.